حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشعر ديوان العرب، هكذا كان وهكذا يجب أن يستمر. أما أن يستورد أهل العربية أفكارا لا تمت للعربية بصلة، فهذا مما لا يخدم تطور الشاعر ولا يخدم بيئته ولا يعود بالنفع على القضية التي يتبناها، سواء كانت قضية إنسانية أو قضية مجتمعية. على الشاعر أن يخاطب أبناء جلدته باللغة التي لا يفهمون، لا بلغة مستوردة لا تمت لأسطورتهم ولا قضيتهم ولا إمكانياتهم ولا دولتهم ولا عروبتهم بصلة، وكذلك عقيدتهم على رأس القائمة. إذن ينبغي على الشاعر أن ينطلق من جذور راسخة بدايتها وطنه وشعبه والقضية التي ينافح في سبيلها، هكذا كان الشعر وهكذا ينبغي أن يكون، يقول كثيرون. مشاهدينا في هذه الحلقة ضيفنا من الجزائر الشاعر الشاب ممادي حسين. حيا الله ممادي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد في قناة الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحية خالدي قناة الرافدين ولك شخصيا، أحيي الشعراء بمناسبة يوم العالمي. شكرا. اليوم العالمي للشعر يفرض ذاته عليك حتى تحلق بعيدا وتتألق جديدا، وهكذا أنت دائما القريب المتجدد. في البداية وقبل الشعر وقبل النقاش ممادي، إطلالة على تجربتك، على سيرتك، على ما تود أن نعرفه عنك، عرفنا عنك أكثر والجمهور الذي يتابعنا، تفضل. بداية حسين ومادي الجزائري، عمره 26 سنة، هو خريج جامعة بومرداس لكلية الهندسة، مهندس في الكهروميكانيك، وأعمل حاليا بشركة المواد الطبية الجراحية. شاعر يحاول أن ينتصر للنصوص الشعرية، كذلك الحمد لله حصلنا بفضل الله، متحصل بفضل الله على جوائز وطنية ودولية، ممثل لعديد من الجمعيات الأجنبية هنا في الجزائر، وعضو مكتب بيت الشعر لولاية بومرداس الجزائري لولاية بومرداس. حدثني عن الشعر في ولايتكم هذه التي تحب، هذه الولاية التي لا تنفصل عن الولايات الجزائرية ككل مجتمعة، وكيف أنها تهتم في بيوت الشعر وتهتم بالثقافة والمثقفين لا سيما الشباب. بداية نحن في بيت الشعر طبعا نحاول أن نمزج ما بين الجانب الأكاديمي والجانب الموهبة. بيت الشعر الجزائري مكتب بومرداس يحاول بالموازاة التعاون مع الجامعة بومرداس وبالضبط كلية الحقوق كلية الآداب، أقول طبعا ليقوم أو يستقطب كثير من المبدعين، شعراء، روائيين طبعا، وتشرف هذه اللجان المكونة من أكاديميين كما قلت في السابق، من غيرة دكاترة وأساتذة جامعة بومرداس، على تكوين أسرة، بيت آمن، ملاذ للمبدعين، للشعراء. هدفه قيام ب يعني برامج تخدم الشعر والشعراء، ندوات، مسابقات إلى آخره. طيب، قبل أن تقرأ لنا الشعر، قد يسألك سائل ويقول لماذا تكتب الشعر؟ ما الهدف؟ ما الغاية السامية؟ ما الغاية التي تسكنك وبات لزاما أو صار من الواجب الآن أن تكشفها إذا أحببت طبعا؟ دائما هي في أهداف عامة وفي أهداف شخصية طبعا. تفضل. الأهداف الأول شيء، نحن نعمل على المستوى البعيد، لا نعمل على المستوى القريب، نعمل على المستوى البعيد. أول شيء، ما الذي جعل المتنبي وشعراء كثر يعني وأدراك المتنبي وما أدراك يعني يخلد لهذا الوقت؟ يعني أليست هي القصائد؟ بعيدا عن كل جائزة وعن كل شيء، فالهدف
من كتابة الشعر هو الالتزام أول شيء بقضايا الوطن والمناضلة من أجله. طبعا نعم لكل منا يعني واجب، للمدافع أو للمحارب والعسكري واجب، وللطبيب واجب، وللمهندس واجب، وللشاعر واجب. فالشاعر واجبه أن نعم يسخر قلمه خدمة لوطنه. تلكم هي طبعا هذه الأهداف الأول. العامة، تلكم هي الأهداف نعم، العامة، ماذا عن الخاصة؟ بالنسبة للأهداف الخاصة أعمل على يعني الانتصار للنصوص وترسيخ هذا الاسم لربما يوما من الأيام في أعوام يعني لاحقة يتذكرنا الناس بالخير ويذكر هذه القصائد، وأحصل على نوع من المجد الشعري. وما زال الطريق طويل إن شاء الله، سنصل إلى هذا الحلم وهذا المجد. هذا ما نرجوه لك، فبالمثابرة والمغامرة أيضا المحسوبة يعني العواقب، والتي من خلالها يسعى الشاعر إلى شق طريقه، من خلال هاتين المثابرة والمغامرة يواصل مشواره، وهذا هو المأمول من كل شاعر يحمل هم قضية، يحمل هم بلد، يحمل هم أمة بأسرها. تفضل ونحن جاهزون الآن لنستمع إلى شيء من الشعر. بداية أول قصيدة ستكون وطن لا يفارقه الفجر، إن شاء نعم الله الأوطان العربية لا يفارقها الفجر إن شاء الله. بإذن الله. قول لم يفقهوك لأن الفهم معضلة، الساهرون على تفسيرها نزف، لأن فهمك آيات وبعض رؤى تجمع الخلق فيها بعدما اختلفوا، ممادي أريدك لأن أن تبدأ حبك من جديد، أريدك أن تبدأ من جديد، وأعتذر للمقاطعة، ولكن حاول أن تعتدل بجلستك قليلا وأن تعيد النص من البداية. تفضل، هكذا استوى الجمال على عوده. تفضل. بارك الله. وطن لا يفارقه الفجر، لم يفقهوك لأن الفهم معضلة، الساهرون على تفسيرها نزفوا، لأن فهمك آيات وبعض رؤى تجمع الخلق فيها بعدما اختلفوا، لأن حبك ترياق على جسد قد ورمته ظروف كلها نجف. نزفت يا قبلة الثورات معجزة، الزارعون طموح الأرض قد قطفوا، اللابسون برانيس الصمود أبوا أن يخلعوها وفي أفكارها اعتكفوا. آمنت بالنصر، آمنت بالنصر، جهزت الكفاح له وفي انتظاره صار الصبر يختطف. عزفت شوقي بناي الحرب منتشيا من رشفة القبر لما جاءني الأزف. إني سلكت طريقا في مخيلتي، والموت جائزة يقتادها الشرف. نمشي نمر على الأوجاع قاطبة، ولم نكن لشراب اليأس نرتشف. كان الجواب قريبا خلف مجزرة، وكنت أعلم أن الحزن لا يقف. وكنت أبحث في هجاري، وكنت أبحث في هجار ذاكرتي مجدا يعيد لهذه الروح ما نسفوا. كنا نفتش عن وحي بحضنتنا تأوي القلوب به فجرا وتزدلف. إذ كم تركنا قوافينا مشتتة كي تورث الروح، كي تورث الحرب نارا جمرها الأسف. نخلا نخلا سأنبت من حزني ومن ألمي، فبي انتفاضات شعب هزه الشغف، وبي اكتمال يقيني وفلسفة من الجروح وسر ليس ينكشف. للنصر أبحر في فكري وبوصلتي، ولدعاء يتيم بات يعتكف. صبرا سنخرج من أوراسنا أملا، ويكتب الطفل ما لا تحمل الصحف. هي البلاد التي من فرط ما نسجوا، هي البلاد التي من فرط ما نسجوا ثوب الشهادة
صار الكفن يلتحك، هي البلاد التي من فرط ما نسجوا، ثوب الشهادة صار الكفن يلتحف، حي الجزائر إذ تعلو مرفرفة من فوق عين تراءت عمق ما أصف. شكرا. حي الجزائر وأهل الجزائر وشعراء الجزائر، وشاعر مخلص من الجزائر قال ما قال، يستحق أيضا أن نحييه كأقرانه وزملائه الباحثين عن الوطن في نصوصهم الساعين إلى يعني ذكر أو تذكير الناس بأمجاد هذا الوطن، وكيف أنه ينبغي عليهم أن يحافظوا عليه ويلتفوا حوله. القضايا الكبرى الشاغلة هي التي تحضر دائما في وجدان الشاعر حامل الهم، صاحب القضية، صاحب القيمة والمبدأ العاليين يا ممادي. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن القضايا العالية في نفسك، أبرز القضايا العالية في نفسك التي ترى أنها تفرض نفسها عليك بالشعر. نعم، في كذلك نصيب من القصائد بالنسبة للقضية الفلسطينية أيضا التي هي أم القضايا. نعم، أنت ترى أن القضية الفلسطينية أم القضايا؟ نعم حالياً. لماذا تصفها هكذا؟ نعم، لأنه حالياً نحن نرى في غزة ماذا الشيء الذي يحدث في غزة. طيب، هل المسألة مرتبطة بالحالية؟ نعم حالياً، أتكلم حالياً. الثورة الفلسطينية هي ماشية على درب الثورة الجزائرية، لأنه حتى الجزائر فقدت أكثر من 6 ملايين شهيد، يعني من 1830 إلى غاية 1962، وفقدت في خلال 7 سنوات فقط أكثر ما يزيد عن 1.5 مليون شهيد. والثورة الفلسطينية يعني ماشية على درب الثورة الجزائرية، وإن شاء الله نصر أو استشهاد بحول الله، سنصل إلى أن نسمع وأن نحيا في فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. هذا هو المأمول، أن يصل الكل الفلسطيني، الكل العربي، الكل الإسلامي إلى يوم يجدون فيه فلسطين وقد تحررت من دنس الاحتلال، وقد أمهما الشرفاء من هذه الأمة في ساحات المسجد الأقصى المبارك. وما ذلك يا ممادي على الله بعزيز إلى قصيدة فلسطين، تفضل. في قصيدتين، قصيدة الأولى استرجاع البوصلة، وقصيدة الثانية رسالة لم يكفلها الضوء. تفضل. رسالة لم يكفلها الضوء، في داخلي مليون صرخة شاعر وقصائد من حسرتي ترتاح، هي ثورة الباقين جذوة عابد فقد الطريق فأرشدته جراح، اعتاد أن يهب الحروف مشاعرا كي تستفيق على الهوى أرواح، وقلوب هذه الأرض موصدة هنا فاصدح بأمرك أيها المفتاح، جعل الهدوء ستارة لكفاحه وعيونه من دمعها الإفصاح، أحلامنا الكبرى مجرد بسمة وتسابقت في طعنها الأقراح، أحلامه الكبرى مجرد بسمة وتسابقت في طعنها الأقراح، هو شكل هذا الضوء ضحكة طفلة والراسمون لنهجه صلاح، يسري على نار المجاز قصيدة حتى يلاقي بالأسى من راح، لا ذنب للنيران خلف حقيقة من جمرها الأحجار والألواح، هي هكذا الدنيا تريق دماءنا ثمرا لتسكر بالنهى الأقداح، سنعيد هذا المجد نمسح غربة حتى يضيء بزيتنا المصباح، حتى يضيء بزيتنا المصباح. والقصيدة الثانية إن أمكن، تفضل. بعنوان استرجاع البوصلة الطريق إلى القدس. تمخض الشعر لو ألقى قضاياه وأبصر المجد قاب القوس أدناه،
وألهم اللوح كيف الرسم ريشته، وأوقف الصبح كي يهديك ذكراه، وعلم الأرض أن القدس قبلتها، فأدرك الطين أين النور سكناه، تصدع القلب وانشقت ركائزه، وانقض والموت شطر البيت يمناه، تغرغر الشوق في الأعماق مرتعشا، فأورث الماء بعد الماء أسراه. سبع عجاف وذاك الجمع معتصم، فمن سيكفل هذا الطفل يرعاه؟ أضاعه الصمت والأشواق غاضبة، فلم تزل تتبع الأنغام مصراه. جزء آخر من القصيدة باعتبار قصيدة طويلة. طفل ويغرس في الأقوام حكمته، يمضي لكعبته، يمضي لفتواه، وسط السجون وفي أسرار دمعته صوت يؤرقه والكل ينعاه. مليون نازلة في كل معترك تسري لتغرق في الأحزان سلواه، يغلي على الهجر مخشيا وفي يده جمر تشكل من أنقاض دنياه، من صرخة النور من صيحات إخوته، والقدس منتظر يصغي لشكواه، الأم في نعشها ترجوه، يا ولدي لا تقرب الجب لا تنظر لفحواه، لكن يوسفه الأرقى وفطرته، أن يمسك الوحي أن يحظى بلقياه، يجالس الصبر يمشي مثل أجوبة إلى السؤال الذي بالوهم مبناه. الراسمون لمجد ليس منطفئا، الدارسون وفي الأضواء مغزاه، شعب من الزمن الممشوق ثورته، ولم يزل شامخا يصطاد أعداه، هل كان يملك ألواحا ومنسأة تروض الوقت أو تأتي ببشراه؟ ما زال تاريخه الممتد فئة نفحا تغازله الأنفاس تهواه. قد فاض بحر المعاني ما زال تاريخه الممتد في رئة نفحا تغازله الأنفاس تهواه. قد فاض بحر المعاني من سريرته، كيما يرى الحق مسرورا كمرآه. شعب يدس بهذا الكون معجزة، شعب يدس بهذا الكون معجزة، لن يوقف الغدر مجراه وممشاه. شعب يدس بهذا الكون معجزة، لن يوقف الغدر مجراه وممشاه. فالموت مأوى عيون المعجبين به، من فرط بسمته لا شيء يخشاه. تلك الحقيقة في أشنائنا سكنت، وارتد طرف إلى البشرى، إن كل شبر من الأقصى يورثنا همس القلوب، سنحيا في محياه. في ربع نافذة من طيفه اتضحت، من شبه بوصلة فاضت نواياه، من شبه بوصلة فاضت نواياه. ما أرقاها وما أنقاها من نوايا يا ممادي، أنت فلسطيني أكثر من الفلسطينيين. نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذه مقولة الرئيس الراحل هواري بومدي. دام هذا الشعور ودام هذا الإخاء ودام هذا النقاء وهذا الانتماء لقضية الأحرار، قضية فلسطين، وليست قضية فلسطين فقط هي التي تجمع الأحرار، بل إن كل قضية عادلة من الطبيعي ومن الواجب أن يتحلق حولها كل من كان يحمل قلبا سليما. وهكذا أنتم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشاهدينا. نخرج إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نواصل هذه الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم من جديد معنا عبر الإنترنت من الجزائر الكبير.
من الجزائر العامر بأهله الشاعر ممادي حسين، أهلا بك من جديد. وقبل العودة إلى الشعر لابد من وقفة مع الطموح، كل شاعر له طموح ذاتي وطموح من أجل الكلمة، لكن قد يكون عند شاعر ما طموحه الذاتي يتغلب على طموح كلمته أو العكس، أيهما أقرب إلى نفسك، طموح أن تخلد كلمتك أم طموح أن تحقق شيئا ربما ينسى مع الأيام، كأن تفوز بجائزة أو أن تشارك بمحفل ما، أو أن تبقى الكلمة حية في وجدان من يتابعون ويشاهدون؟ تفضل. هي أول شيء بدرجة أولى أن تخلد الكلمات بدرجة أولى. يا سلام. الكثير قلت الكثير من الشعراء، كثير من الشعراء الذين يعني كلمتهم بقت خالدة يعني في حتى بعد مرور يعني مئات السنوات. نعم. لم يأخذوا جوائز، لم يتسنى لهم هذا 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 الشرف، أو لم يتسنى للجائزة هذا الشرف بأن تفوز بهم. يا سلام. لكن نحن نعمل يعني على مدى طويل، القصيدة التي تأتي أحسن من التي كانت يعني. أحسنت كثيرا. وحتى نصل إلى المستوى والمتقاعد إن شاء الله. الحمد لله تحصلنا على بعض الجوائز هنا في الجزائر، وبعض الجوائز في تابعة كذلك لحكومات دول عربية، لكن المبتغى إن شاء الله جوائز أكثر. نعم. ونصل نشارك في برنامج أمير الشعراء بحول الله. لكنك تؤمن يا ممادي أن الجوائز ليست معيارا، فما هي إلا أذواق. نعم. لبشر. نعم. لهم ميولهم الخاصة، لهم توجهاتهم الخاصة، أحياناً يكون هناك توصيات معينة، فالجائزة ليست معياراً للحكم على شاعرية شاعر أو نفي شاعرية آخر. نعم، أنا أقول لك شيء، يعني في كثير من الشعراء هنا في الجزائر وحتى المستوى العربي، كنا لما نشارك بنفس القصائد يعني نشارك في نرسل عبر الإيميل قصيدة نفس القصيدة إلى هيئتين مختلفتين عسى يعني أن نفوز بجد. فالقصيدة يعني الخاصة بي تفوز في مسابقة على قصيدة أخ لي من دولة أخرى، بينما تخسر في مسابقة أخرى وهما نفس القصيدة. وهذا المثال العملي، هذا المثال العملي يعزز فكرة أن المسألة تخضع إلى أذواق. نعم، فالشعر ليس علم مطلق، وشيء نسبي. منهم من يفضل مدرسة على أخرى، والمدارس تتعدد، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية. طبعا نحن نحاول أن نخدم أوطاننا بهذا الشعر، و لا يهم الطريقة التي نكتب بها والمدرسة التي ننتمي إليها. يعني قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة ممادي، دعنا نتحدث عن المأمول وعن الطموح فيما يتعلق بمشروعك الشعري. هل تتجه إلى إصدار مطبوع، أم أن وسائل التواصل تفرض عليك مثلا أن تتكيف معها وأن تؤجل مثلا الإصدار المطبوع مؤخرا أو تؤجله مؤقتا؟ عفوا. طبعا نحن نعلم بأن المبتغى أول شيء هو أن كتابة قصيدة ونسج والاشتغال على النسج الشعري، هذا هو أول طموحاتنا وأولوياتنا. أما الطباعة فهي مشروع وكل شيء يأتي في وقته. نحن الآن مركزين على كتابة شيء إبداعي يعني يجلب الجديد بالنسبة للمكتبة العربية، من ناحية خاصة القضايا. نحن كشعراء طبعا مناضلون من أجل هذه القضايا، نناضل من أجل هذه القضايا طبعا، ونأمل بأن يقدم هذا الديوان أول شيء إضافة، من ثم الطباعة فهي أسهل شيء، أن يكون الديوان يعني مملوءا بالأشياء الجديدة، ممتلئا بالأشياء الجديدة التي يقدم للمكتبة وللخزانة العربية، ومن ثم الطباعة أمر سهل. أما أن نطبع شيئا فارغا يعني لا جدوى منه فلن يحدث. أحسن. هذا ولابد من التريث قبل كل شيء. حاليا في نصوص جيدة لكن نطمح للمزيد.
لابد من التريث قبل كل شيء. حاليا تتواجد أو توجد نصوص جيدة، لكننا نطمح إلى الأفضل، نتطلع إلى المزيد، وهكذا هو الشاعر الحقيقي، يكون طماعا الطمع الإيجابي، وأنا أفضل هذا النوع وهذا الشكل من الطمع. إلى قصيدة جديدة نريد أن نستمع إلى الشعر من جديد، تفضل ممادي. أقول، عنوان القصيدة سيد الضوء. أقلب الحب عن ماضيه منبهرا، عن الجبين، عن الوجه الذي أسرى. في سدرة الشوق أسرار مقدسة قد غصت فيها كأني لم أذق خبرا. صوتان في الروح، صوتان في الروح، كم صوتا سيطربني، والعزف شوق على شط الهوى ظهرا. أبحرت، أبحرت، عادت سعوف النخل بوصلة خلف التسابيح، أو دمع قد انهمرا. أبصرت بالقلب لولا قيل محبرة تستنزف الضاد كي تستنزف الشعرا. ركضت أطرق أفكارا وأفئدة حتى تجلى حديث الماء ثم سرى. كل القوافي، كل القوافي هشيم في تدبره، كأنها اندثرت لم تتبع أثرا. ركضت أطرق أفكارا وأفئدة حتى تجلى حديث الماء ثم سرى. كل القوافي هشيم في تدبره، كأنها اندثرت لم تتبع أثرا. أدنو، أبكي، وما الدمع إلا بعض أجوبة تمضي لتوقد من أشلائنا العبرا. أدنو من الوقت إذ يقتص من شغفي، من القصي تجافى طفرة زمرا. ضوء أطل وهل بالأرض حالكة، ودمعة في يديها تنهك القدر. إذ يرتقي الجمع يلتف السؤال بهم، مذعاف أبرهة الحبشي وانفطرا. ويحمل الصوت في كفيه، ويحمل الصوت في كفيه مئذنة فخامة في صداها تعجز الأمراء. ينساب، ينساب طيف من الكون البعيد، أتى من غير، من غير سيرته تستنطق الحجرا. قام الشفيع، قام الشفيع، تبنى همهم جسدا من شهقة الطور قد يستذكر الصورا. لا مسك يشدو على كل الذين مضوا، لكن إليك يحن المسك منبهرا. في شوكة الفقر والأسقام قاتلة، والأمنيات شتاء والأريز برا. آنست فجرا وكان الوقت مرتبكا، يا غيمة الوحي هيا ساقطي عبارا. كم كنت تجمع أحلاما وترسلها نحو السماء فتسقي عينها بصرا. كيف السبيل إذن؟ ما الماء منبعه؟ ماء المحبين والأنصار والسفراء. كم دمت يا بدر، يا بدر، للأكوان معجزة، لئن مدحتك قيل الطفل ما شكرا. كم دمت يا صبح للأحزان بوتقة، قد جئت ترنو وفي دار الأسى فقرا. كبسمة فلورا تمتد مشرقة فوق السؤال الذي بالوهم قد نشرا. ليلا بدوت لهم فاستقرأوا خططا بين السطور فصاروا أتلثا أسرا. شيء من الحفظ أرواح مدججة لما تركت عليا نائما حطرا. يا ويح ناصيتي لو أنها شفيت، أو أنها كشفت ما كان مستترا. ولم يك شاردا قلبي كذاكرتي، لكنه استدرك الدرب الذي قدرا. إني سلكت طريقا في مخيلتي، رضاك جائزتي يا خير من عبرا. رضاك جائزتي يا خير من عبرا. يا سلام، ما أجملها من مدحية جميلة جليلة تليق بك. عسى أن تكون يعني شفيعة لك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام.
قبل أن نخرج إلى فاصل، سؤال بسيط وإجابة يعني أريدها أن تكون منطلقة من تجربة ذاتية. كتابة قصيدة المديح النبوي، ألا ترى أن أغلب القصائد تتشابه، أم أن أصحاب التجربة الخاصة قد يضعون بصمتهم في النصوص؟ نحن نعلم بأن موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو ليس موضوع حديث يعني اليوم، هو موضوع يعني لقرون 1400 يعني سنة، ليس مثل حتى القضايا. لذلك هناك يعني آلاف العشرات الآلاف على ما يبدو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتفرد. نعم، على ما يبدو أن هذه الفكرة تسيطر على تفكير الكثير من الشعراء، لك أن تتابع، تفضل. نعم، فكتابة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سهلا. أنا أعتبر بأنه هذه كبداية، القصيدة كبداية، لكن لن أتوقف عند هذا الحد، سأواصل لعلني أصل إلى قصيدة متفردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كتابة قصيدة متفردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مئات وعشرات آلاف القصائد ليس شيئا سهلا. نعم، لابد أن تبرز فيه. كلهم يتكلمون عن الغار، وكلهم يتكلمون عن الضوء وعن الهجرة، ويتكلمون عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وهذه المواضيع كلها، لكن طريقة النسج الشعري وطريقة التصوير الشعري هي التي تختلف. فأنا أرى أنه مواضيع وسيرة النبي لا يمكن تغييرها، الذي يمكن تغييره هو النسج الشعري. فلابد أن نرى شيئا جديدا من ناحية النسج الشعري، أما السيرة والمواضيع لا تختلف. وهذا ما نرجو أن تتميز به، وأنت على ذلك قادر ومثابر ودؤوب النشاط، نرجو لك كل توفيق. لابد من استراحة قصيرة، بعدها نواصل. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير مرة أخرى ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من الجزائر الشاعر ممضي حسين. من جديد أريد أن أسألك وبكل وضوح فيما يتعلق بموضوع القيمة والأخلاق والمبادئ السمحة العالية التي يجب أن تحضر في النصوص، ألا ترى أننا نعيش في زمن للأسف هناك الكثير من الزخرفات الشعرية التي نجدها تخلو من القضايا، تخلو من القيم، تخلو من الأخلاق العالية، وتذهب بعيدا في ربما طلاسم وذاتيات لا تهم الكثير من الناس؟ إلى أي الفكرتين أنت تميل، أم أنك تريد أن تسدد وتقارب فتجمع بينهما؟ لا، أول شيء أنا معك في هذا الطرح. طبعا أنا أرى بأنه طغت يعني الكتابات التي تخلو من هذا السمو الأخلاقي. طبعا نحن كشعراء نحاول أن نكتب في القضايا التي يعني تترتب والتي تستمر مع العمر، أو أن نكتب قضايا وقصيدة يعني تطول مدة زمنها يعني، وأن تتحلى بالمبادئ، تكون صالحة لمختلف الأزمنة والعصور والأوقات والأماكن. نعم، تكون صالحة لكل الأزمنة والعصور. أما أن نكتب شيئا يعني لا يصلح ولا يرجو ولا يستمر، طبعا فهذا يعني أعتبره مضيع للوقت طبعا. لكن المسؤولية اللي أحملها على الشعراء، أحملها على الذين يدعمون هؤلاء الشعراء وهؤلاء الكتابات طبعا التي تخلو من الأخلاقيات كما قلت سيدي. وأتمنى أن تتغير سواء هيئات ثقافية، دور نشر، تكون فيه مراقبة للأعمال التي تطبع، حتى نصل لمستوى
السمو الأخلاقي. جميل جدا. طيب أنت ممادي، هل أنت ممن يقررون كتابة القصيدة في زمان ومكان ما، أم أن القصيدة هي التي تفرض عليك زمانها ومكانها؟ والله نفس الأول والثاني، يعني على حسب يعني الموضوع. إذا كان يعني الموضوع سبب لي صدمة، فهو الذي يفرض يعني علي كتابة هذه القصيدة. أما إذا كانت يعني، لهذا لا أحب المسابقات، يعني المسابقات تجعلك تكتب على تحت الطلب. يا سلام. من الأفضل أن يكون الشاعر يعني واقعي، وأن يكتب من أجل الشعر لا من أجل المسابقات. أنا أحترم صحيح أنه الشاعر الصريح كثيرا، أحترم الشاعر الصريح الذي يعني لا يوارب ولا يداهن ويوضح الإجابة بشكل صحيح، بشكل تماما كما يحصل معه في واقعه. المسابقات هي عبارة عن كتابة حسب الطلب. نعم حسب الطلب، نعم. لكن أنا أرى بأنه الدافع المادي هو الذي يدفع الشعراء نحو هذه المسابقات. فنحن نعلم بأنه من الجانب الشخصي الشاعر يحتاج إلى ما يعين به نعم نفسه. نعم، لذلك فهذه المسابقات تجعله وترغمه أن يكتب تحت الطلب. للأسف. ولهذا أرى في المسابقات الكبرى التي فيها يعني جوائز مالية محفزة نوعا ما، نرى عدد المشاركات يعني بالآلاف. أحسنت كثيرا. إلى قصيدة جديدة يا ممادي، تفضل. عنوان القصيدة: تنهيدة على كتف الحب. أمسي يشيع والحقيقة غائبة، هذه القصيدة أحرف متضاربة. نعم. لم أرتشف في الحب إلا رشفة بقيت تغرغر في الليالي الصاخبة، ورسمت عمر الأمنيات مسافة، كل الجهات على الخريطة غائبة. يا سلام. أمضي إلى المجهول أرجع مرغما، جف انتظاري من عيون الراهبة. يا أيها الوله المغرد في دمي، خذهم إليك إلى المعاني الثاقبة. قد تفرق القلبين حكمة تائب، تختال فكرته الظروف الغاصبة. صوت طفولي أضاء فؤاده، وحي يبرر أمة متعاقبة. إن غلقوا الأبواب خلف ندائه، جاءت تباشير السؤال مصاحبة. مجددا، دخل الجمال. إن غلقوا الأبواب خلف ندائه، جاءت تباشير السؤال مصاحبة. دخل الجمال فقطعوا أيديهم، أبصروه بدهشة متجاوبة. في السجن يوسف يرتدي إيمانه، سرا تهدهد في قميص ناهبة. الشوق معجزة العطاشة، نورهم ماء تفجر من صخور غاضبة. ينشق صدر المغرمين حقائقا، عكفت تعبد دربها متكالبة. قد كشفوا عن جرحهم وتجاوزوا بحر الصعوبة للشطوط الكاذبة. خرقوا سفينة صبرهم لم يتبعوا تلك الحشود الراكبة. العشق زرع أعجب بنباته، ما العشق إلا خدعة متراكبة. لمتى يظل الحب حقلا زائفا وأرى قلوب الجائعين معاتبة. يا الله، من هذا العتب الذي قد يصدر عن قلوب موجوعة، عن قلوب أصحابها جائعون للحرية، جائعون للأمل، جائعون للنصرة، جائعون للحياة. موجعة الحياة حينما تشبع قوما وتجيع آخرين يا ممادي، كيف تتخيل هذه الصورة المتضادة؟ والله
كنت كتبت عن الألم في قصائدي كثيرا، الألم الذي مؤلمة هي الحياة. أنا قلت في كثير من القصائد بأنه هي هكذا الدنيا تريق دماءنا خمرا لتسكر بنها الأقداح. وقلت وطبعا وقلوب هذه الأرض موصدة هنا، فاصدح بأمرك أيها المفتاح. لابد أن يكون يعني أن تتعطر وأن يعني تكون في صافية هذه القلوب. ربما يعني يعود أو يذهب هذا الاختلال من ناحية الألم، لأنه نرى مثلا في بلاد الغرب لما تحدث شيء أو حادثة صغيرة ينتفض العالم، بينما في غزة يقتلون الأطفال يوما بعد يوم ولا أحد يتكلم. في غزة وعموم الوطن العربي يبدو أن هناك من للأسف يسعر الدماء، هذا دم سعره كذا وهذا دم سعره أقل. لا، هو سعر الصرف عندهم. من الفرد عندهم ويهونون الأحداث، بينما قلت يقتل الأطفال عندنا. ولكن الشيء الجميل هو أن العالم بدأ يعرف حقيقة الكيان الصهيوني، هذا الشيء الجميل. العالم كله بأسره وسط سكوت الدول العربية، للأسف العالم كله يعلم الآن حقيقة ما يجري في فلسطين وفي غزة. وكفى للكيان الصهيوني من هذا التلفيق وهذا التزييف، الآن كشف الكيان الصهيوني والحمد لله. نحن على ذلك ما استطعنا إلا أن تتحرر فلسطين بحول الله إن شاء الله، وهذه القضية ثابتة في عروقنا إلى أن نموت بحول الله. دام هذا الثبات ودام هذا الوفاء ودامت هذه الأحاسيس العذبة اللطيفة العالية التي تنتمي من خلالها إلى وجع الأمة الكاملة، وفلسطين من شرايين هذه الأمة إن لم يكن قلب إن لم تكن فلسطين قلبها النابض. إلى قصيدة جديدة وربما كانت الختامية يا ممادي، فأحسن انتقاء ما تقرأه في ختام أو ما تقرأه في ختام هذه الحلقة، تفضل. وأنا واثق من أنك ستحسن انتقاء النص الختامي. سأختار قصيدة خفيفة جدا بعنوان فلسفة الفجر. على نار الحقيقة، على نار الحقيقة سرت قدرا، يكابد صبره للآن جمرا، وفي جو المشاكل كنت حلا، يلازم ظله شرفا وفخرا، أصيح وفي لساني شبه موت، تجمع رمله بالليل طبرا. هي من السرداب في اليأس المكثف يراودني الخيال، وكان ذكرى وما أملي سوى ضوء تبدى من الثقب البعيد فصار مسرى، تراني لا أنام وكل روحي تراقب خيطه في اليوم دهرا. إذا صبر الشبيبة مات قهرا وأنشد في عباب البحر نصرا، بلادي يا عزيزة كل قلب ويا بصرا ويا سمعا وفجرا، ولكن همنا أن صلبونا لأن الحلم في الأوطان وزرا، كأن الموج قد أضحى بساطا ومشكاة لعتمتنا ونورا، وأن البحر حمال لجيل تجرع موته قطرا وقطرا، ستجمعنا الحقيقة عند شط يشكل من بقايا العمر جسرا، ستجمعنا الحقيقة عند شط يشكل من بقايا العمر جسرا. شكرا. نرجو أن يكون هذا الجسر جسر وصال يجمع أوصال هذه الأمة المقطعة، وأن يكون هذا الجسر مقدمة لمصافحة الشمس وهذه الحشود السائرة تجاه أولى القبلتين، بعدما تصبح كل أوطاننا العربية على الحال الذي تستحق أن تصبح عليه ويليق بشعوبها مجتمعة. إلى الجزائر الذي تحبه يا ممادي قبل الختام، رسالة محب إلى وطنه، ماذا تقول للشباب من أبناء جيلك الذين هم مستأمنون على الكلمة حتى يواصلوا انتماءهم للوطن،
ورسالتك للوطن الذي تنتمي إليه الجزائر ثم الوطن العربي الكبير؟ بداية رسالتي إلى الشباب الطموح أن يثابر وأن لا يرتشف شراب اليأس بسرعة، وأن لا يرتشفه طبعا، أن يواصل وأن يعني يجتهد لكي يصل إلى مراده. العثرات في الحياة شيء واقعي، لكن أن نتغلب عليها هو شيء جميل. فأوصي إخوتي الشعراء، إخوتي المناضلون، كل المناضلين بالقلم أن يستمروا في سبيل خدمة هذا الوطن والوطن العربي. رسالتي إلى وطني الحبيب طبعا الجزائر، هذا الوطن الذي مهما كتبنا عليه لم نوفي حقه. طبعا أن يحتضن يعني أبناءه من جميع الفئات طبعا، وأن أرجو كذلك من عودة الأدمغة إن شاء الله لهذا البلد طبعا، لكي نرتقي. نعم نعم، لأنه كثير من الأدمغة هربت وذهبت وهاجرت. نرجو أن تعود لنبني هذا الوطن شبرا بشبر وبيتا ببيت. رسالتي إلى العالم العربي، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة، أتمنى أن تصل، أن نكون كالجسد الواحد، وهذا صعب جدا أعلم أن يتحقق، ولكن معلش أنا أقدم هذه الرسالة، عسى أن تزعزع نوعا ما قلوب بعض الناس في السلطات، أن نكون أقول كيد واحدة وكجسد واحد. إذا مرض وإذا تداعى منه عضو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحسنت. ونكون كالبنيان المخصوص في سبيل تحرير فلسطين، الأخت في سبيل تحرير الغالية فلسطين، لأنه هذا هو همنا، والانتصار للقضية العالمية والعربية عفوا، اليمن الجريح، سوريا، العراق، كل البلدان العربية إن شاء الله. وبارك الله. شكرا جزيلا لك مماضي حسين الشاعر الجزائري، شرفتنا، ونرجو أن نراك دائما متألقا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بحول الله يتجدد لقاؤنا وإياكم. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.